السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أخواتي راح أحاول ساعدك إن شاء الله نسوي زي هذه الزهرة كمان صغيرة. أنا بحاول عشان أنتم في الابتدائي بتتعلموا أزهار صغيرة، الكبيرة بتلخبط المخ شوي شوي. إن شاء الله بس حاولتوا تزبطوا الغرزة معاكم وبديتوا تسووا الأزهار الصغيرة، بإذن الله شوي شوي حتسووا الأكبر. ممكن تشاهدوا قناة تاني يعلموا الشغل الأوية، بس تعلمتوا طريقة الشغل راح تشوفوا أي قناة بس شفتوا الزهرة راح تسووا زيها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة بنلف على صبعنا نسوي الدائرة وندخل من تحت الاثنين الإبرة، من تحت الاثنين ونلف لفتين ونثبت الخيط. شد الخيط شوي حتصغر عندنا الدائرة، ونمسكها في يدنا ونبدأ نعمل 3 زرافة، 3 غرز. بس هنا الغرز أول شوط خلوها شوي كبيرة، ما في مشكلة عندكم. ثلاثة غرز، ليه ما بتوضح الصورة؟ نشد هذا الخيط نقفل الدائرة على الآخر. وكما أقول لكم دائما لا تنسوا عقدوها، عصفور اليوم مبسوط الحمد لله بيغني. شوفوا 3 غرز، راح نعمل الكاس، ايش تسموه، زي الكاس، زي كيف اوضح الصورة انا، يا الله. عندنا هنا 3 غرز، هذه ما تقصوها عشان ما تتعذبوا بمسكه، عشان صغيرة الغرزة لا تقصوها الحين. شوفوا أول وحدة من الغرز، أي منهم، من اليمين من اليسار، متهم ادخلوا فيها وسووا غرزة، ثبتوا الخيط وبالتاني اللي جنبه. بس ما تكبروا الغرز هنا، انتبهوا ما تكبروا الغرز، واللي جنبه هم الكل 3 غرز، 3 زرافة. أيوة، الحين إيش نسوي؟ راح نطبقه على بعض. شوفوا 3 غرز عندنا، 1 2 وهذه 3 صغيرة، اطبقوها زي كده عشان تكون عندنا دائرة. طبقناها، وفين ندخل أول واحدة اللي ثبتنا فيها الخيط؟ كمان راح يكون عندنا 3 غرز. هذه الخيط حين ما عقدنا الخيط ببعض وطلعنا لفوق نسوي شوت هنا، تدخلوا الإبرة وسووا غرزة. شوفوا صار عندنا زي الخرطوم، 1 2 3 غرز. بس راح نسوي 3 أشواط ب3 غرز بس. نطول شوي الخرطوم عشان نسوي هذه عقب الزهرة. ايوه، هذا شوطين، راح نسوي شوط تاني.
وآخر شوط واحد بس. ما تكبروا، شوفوا هنا قدر ما بتكون الغرزة ناعمة صغيرة بيكون أفضل. أنا بسويها شوي كبيرة عن لازم تكون عشان تشوفوها في الفيديو. إذا عملتها مرة صغيرة ما راح تفهموا وتشوفوا الغرز في الفيديو. خلاص، وهنا صار عندنا 3 أشواط. كيف منعد الأشواط؟ هنا ممكن تنسوا، شوفوا هنا في عقد، كل عقدة معانا بتكون شوط. والحين شوفوا راح ندخل هنا بس ما نخلي غرزة، راح يبقوا عندنا غرزتين بس عشان نبدأ الشكل. هنا لفوا لفة واحدة بس، اما بدنا تكون كبيرة وتنخفي الغرزة. شوفوا هنا غرزة اللي ثبتناها فيها، وهنا غرزة، وهنا هنا غرزة. ادخلنا بالغرزة اللي جنبها انه زي ما قلنا باقيين عندنا غرزتين. شوفوا سوينا غرزة واحدة ونفس الطاقة نفس المحل، نفس اللي دخلنا الخيط وين مربوط الخيط هناك، ادخلوا مرة تاني وسووا غرزة تاني. ايوه صار عندنا، شوفي هنا نبدأ ورقة تاني، وهذا الاثنين راح نزيد عليهن ونسوي الورقة. هنا بيكون عندنا منزيد من الأطراف. بدينا بغرزتين، راح يكون عندنا 3 غرز. الحين شوفوا أول، معلش أنا راح فكها وأوريكن مرة تاني. أول غرزة اللي دخلنا فيها راح ندخل فيها مرة تاني عشان نزيد في شغل الإبرة. وقت اللي بنزيد نفس الغرزة بندخل فيها مرة تاني، وهذه الغرزة كمان راح ندخل فيها مرة تاني. أول شوط بأول غرزة بآخر غرزة بندخل مرة تاني. شوف صار عندنا غرزتين، وهذه آخر الغرزة كمان نفس المحل. فين دخلنا فين الخيط بعقبه مرة تاني. الحين بنزيد، شوف بدينا بغرزتين، واحدة اثنين، صاروا عندنا 3. راح نرجع على الأول من فوق الإبرة ومن تحت الإبرة. هنا الخيط لا تشدوه كتير، اذا شديته كتير بيدمج الشغل، واذا خليته كبير كمان ما بيصير حلو. حاولوا يكون بمقص الغرز. اول غرزة كمان ندخل فيها مرة تاني، حنزيد حتى يصير عندنا 7 غرز. وفي النص واحدة، وهذه بالآخر كمان راح ندخله مرة تاني. خلوا الغرزة بس تدخل فيها الإبرة مرة تاني، نفس الغرزة بنزيد 4. صار عندنا 4 غرز. بنرجع على أول غرزة من تحت، من فوق الإبرة ومن تحت الإبرة الخيط. في أول غرزة دخلنا مرة تاني، دائما حتى يصير عندنا 7 غرز. أول غرزة وآخر غرزة دخلوا فيها مرة تاني. آخر غرزة حندخل مرة تاني.
اللي في النص تدخلوا مرة واحدة، واللي في على الجنب تدخلوا الإبرة، تدخلوا بالغرزة الإبرة مرتين. آخر غرزة دخلنا فيها، ومرة تانية بآخر غرزة دخلنا. هنا القصد عشان نزيد 2 4 6، باقي عندنا غرزة واحدة. رجعنا على الراس، أول واحدة دخلنا فيها مرة تانية، وهدول مرة واحدة، بابجك جيجيكوش عم بيغني عصفوري، الحمد لله مبسوط. أيوة صار عندنا 7 غرز، 2 4 6 7. حنرجع على أول غرزة، شوفوا هذه أول غرزة معاي صارت شوي كبيرة. رجعنا على أول غرزة، خلص ما عاد عندنا، ما عاد بدنا نزيد، راح ننقص. نعمل بس الحين 3 غرز من السبعة، بس 3، 1 2 3، ونرجع على أول واحدة من تحت، من فوق الإبرة ومن تحت الإبرة الخيط لفوا ما تنسوا. الحين راح نسوي غرزتين، بننقص في الغرز، وتركنا هنا 3 غرز، بس بنشتغل فوق 3 غرز. راح نعمل جبل صغير، هذا الشكل من الشغل بيسموه الجبل. جينا على الراس من فوق الإبرة ومن تحت الإبرة الخيط، ثبتوه وشوفوا راح ننزل فين بدينا بالثلاثة، آخر الثلاثة نزلوا الإبرة وثبتوا الخيط. ثبتوا مظبوط، والحين راح نعمل 3 غرز الباقيين، 1 2 3. زي ما سوينا بهذا الجبل نرجع 2 وواحدة، اثنين، وآخر غرزة في رأس الجبل. أيوة صار عندنا هذا الشكل. شوفوا هنا فين بدينا نزيد، وين ال7 غرز؟ برأس ال7 غرز. ثبتوا الإبرة الخيط، ما تخلوا طويل ولا تشدوه قصير بيلم الشغل، على راحته خلوه. وننزل هنا فين اللي بدينا على الاثنين، شوفوا بالعقب بسفل الاثنين كمان ثبتوا الخيط، وكمان انتبهوا ما يكون الخيط طويل او قصير، انه راح ندور شوط حوالي الزهرة راح ينخفي هذا الشكل. وهنا ثبتنا الخيط، شوف هنا في عندنا غرزة واحدة ضلت على حالها، هذه غرزة باقية على حالها، ندخل فيها ونسوي غرزة، غرزة صغيرة ما تخلوها كبيرة. واحدة تاني نفس المحل، شوف هذه الغرزة ندخل فيها مرتين، صار عندنا غرزتين، ونرجع على أول واحدة. راح نسوي زي هذه الورقة بنفسها، كمان أول غرزة ندخل فيها مرتين، أول شوط، تاني غرزة كمان ندخل فيها مرتين،
نفس الغرزة مرتين. ايوه جينا على اول غرزة، نرجع من تحت الابرة، من فوق الابرة ومن تحت الابرة الخيط، نلف ونثبت. اول غرزة دخلنا فيها مرتين، وهذه في النص مرة واحدة، وفي الجنب مرتين راح ندخل. كسر عندي الخيط، لازم اربطه على الابرة. ايوه صار عندي 3 غرز، وهذه باخر واحدة كمان دخل مرة تانية. وفي اول غرزة، انه الغرزة مرة صغيرة شوي بتعذب بدخول الابرة الاول غرزة. في اللي جنبه هنا في النص بس تدخلوا بكل غرزة مرة واحدة. اخر واحدة ندخل فيها مرتين. صار عندنا 5 غرز بس. هنا حين بتدخلوا جوة الغرزة، حين بتدخلوا حاولوا تدخلوا الإبرة في النص، مش تربطوها بنص الخيط، دخلوا الإبرة في نص الخيط. كيف أوضح لك شوي؟ بس أوضح الكاميرا يعني في بيدخلوا الإبرة تمسك نص الخيط ويضل نص الخيط كده. انتبهوا ان تدخلوا الإبرة جوة الخيط مظبوط. حين بنعقد الخيط على الإبرة بيصير دخول الإبرة صعب شوي. غرز اللي في النص دخلوها مرة واحدة لا تنسوا، واللي في الآخر طوالي ما منزيد اللي في الآخر مندخل الإبرة بالغرزة مرتين نفس الغرزة. صار عندنا 6 غرز، رجعنا على أول واحدة، هذه آخر شوط بنزيد. وآخر واحدة شوفوا، حين بيكون عندنا بنشتغل بالشغل بنرد كده على الرأس وبيصير عندنا هنا وصلة خيط. راح أوريك طريقة يكون الخيط مخفي حين توصلوا الخيط ما يصير عقدة. بس ان شاء الله قصر عندي الخيط اذا قدرت سويته. ايوه خلاص، هنا بس ثبتوا الخيط بلفة واحدة انه راح نقصه ما راح يتبين ولا يحصل اي شيء، بس شوي انه ما في داعي تشدوها تثبتوها مزبوط، بس عشان نمسك الخيط. ايوه شوفوا هذه قصيناها طويل، وهذه الخيط اللي بقى نحطه. دخلنا الإبرة نفس المحل نفسه، شوفوا حطوا الخيط فوق الإبرة يكون وجه الخيط، خلوه طويل ما في أي مشكلة عندكم، يكون الخيط وجهه على يدكن اليمين وثبتوه.
شوفوا سبتنا الخيط تشدوا مزبوط وسبتنا الخيط، وهذه خلوها نشتغل فوق منها. راح نسوي 3 غرز واحدة اثنين ودي 3. ايوه شوفوا هذه او راح نقصه على الاخر، انه هذا اشتغلنا فوق منه ما في لزوم لا نولع ولا نسوي اي شيء. وهذا كمان اشتغلنا فوق منه ما راح يطيح الخيط، شيلوا كمان على الاخر على الاخر، ما تخلوا فيه ولا شيء ابدا. وعشان هذه شوفوا ما بتحسوا انه في وصلة خيط. يا الله انا ايش بيحصل معي هذه الولاعات، يكون الشغل نظيف مرة من دون عقد ومن دون نظيف، يعني ما بيبين فيه ولا شيء. عملنا 3 غرز، راح نعمل غرزتين ووحدة آخر. أيوة هننزل على السفل، شوفوا محل اللي بدينا 3، إن شاء الله بتكون واضحة. كان عندنا 7 غرز، سوينا 3 غرز وباقي 3 غرز، وهذه 3 و3 6، هذه 7 بتكون في النص. واحدة اثنين ثلاثة. الحين راح نسوي غرزتين، 1 2، وهذه آخر غرزة معنا. أيوة الحين راح ننزل زي هذا الشكل، شوفوا فين هنا 7 غرز، محل 7 الغرز. دخلنا سبتنا الخيط ودخلنا على تحت محل اللي غرزتين، سبتنا الخيط. شوفوا راح هنا كل غرزة بغرزة واحدة واحدة راح نعمل شوط حوالي هذه الورقة. غرف الثانية عندي باردة، ما في دفاية إلا بالصالة، وهذه العصفور دوخني اليوم والله، ما أدري إيش صاير فيه، حرام أحطه في غرفة تانية يبرد له، بكون بردان بيمرض، حرام والله ما بسخى عليه. كل غرزة بغرزتها، ما تنسوا ترخوا فراخ كل واحدة، وانتبهوا ما تخلوا الغرزة هنا كبيرة، قدر ما تقدروا تخلوها صغيرة بيكون أفضل، بس القصد ندور من حواليها للزهرة. هنا في الراس، شوفوا في راس الغرزة ننزل على تحت اللي تحت منها الغرزتين، وهذه 2، هنا 3 في الأسفل، كل غرزة بغرزتها. شوفوا هنا 3 كمان، أول 3 كمان نلف فيها، هنا 2 وهنا 1 وهنا 2،
الثالث، كل واحدة في دورها. بحاول أنا أختار ألوان يكونوا واضحين في الفيديو. ما أدري هذا الأصفر كيف، بظن واضح بقى. ما أدري أنتو بتقولوا لي إيش رأيكن، الله يرضى عليكن، واضح أم لا، تفهموا أم لا. لغة أنا عندي شوي تعبانة العربية، إن شاء الله كمان تفهموا من لساني. خلص خلصنا أول ورقة ودخلنا. شوفوا هذه الورقة اللي فيها أول غرزتين، ورقة الثانية كمان زي العادة، كل غرزة بدورها. جينا على الرأس، هنا الرأس، ننزل على الغرزتين. وعلى الثلاثة شوفوا هنا راح هنا الحين دخلنا بالثلاثة. شوفوا الثلاثة هنا والخيط في رأس الثلاثة، راح نطبق هذول مع بعض. وفين هذه النص؟ شوفوا دخلنا من هذا الجبل إلى هذا الجبل، في بالنص غرزة. شفتوا فين هذه الغرزة؟ وهذه هنا الثلاثة، بين الثلاثة بين الجبل والجبل راح نثبته. شوفوا لفة واحدة بس ثبتوه، ثبتنا مظبوط. طبقوا هذه كده عشان ما تعذب، راح نمشي هنا ما تعذبوا. اطبقوا هذه الورقة، اطبقوها على جنب وراح نمشي. شوفوا هنا الغرز الثلاثة، ثلاثة غرز، دخلنا الخيط الإبرة في أول غرزة وفي ثاني غرزة. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله. وهذه كمان، وهنا ننزل على الغرزتين. كل وحدة بوحدة ننزل على الأسفل. على آخر غرزة هنا نمشي. هذا عندنا آخر غرزة، راح نقص الخيط. خلاص ايوه الغرزة معنا كده. شوفوا لفوها كده، اطبقوها بالعكس، كل ورقة اطبقوها على بعضها. هنا محل شوفوا وقصينا الخيط شوي بس، هذا الشكل عندنا كده شكل انتوا صلحوها شوي بيدكم. وكما قلت لكم اذا بتحبوا تضل قاسية
في غارة شفاف يستعملوها على القماش، يستعملوها الأولاد في المدرسة، غارة شفاف بس قولوا عند بالمكتبيات، بكل المكتبيات موجودة. الحين راح أوريك إن هذه كده تقدروا تستعملوها، وأوريك إن تسووا لجوات منها رفوف شوي ناعمة. شوفوا هذه زي ما طبقناها، ندخل الخيط في النص هنا، ثبتوا الخيط هنا، إذا بتحبوا هذه بتعملوها ولا ما بدكن خلوها سادة. أنا بوريكن طريقة الطريقة، أنتوا بتحبوا استعملوا كذا وبتحبوا لا، بس سووا هنا غرزة صغيرة رفوف إيش بتحبوا. واحد، واحد اثنين، وهذه ثلاثة. يا الله، يلا استغفر الله، وش اقول؟ شوفوا هذا الشكل، بس الابيض يمكن بظن ما بيبين. هذه السادة وهذه اللي جوت منها، انتوا اللون اللي بتحبوه بتدخلوا جوت منها. ويعطيكن ألف عافية، وربي يسهلكن، وإن شاء الله نلتقي على بفيديو تاني. وإذا بتحبوا أي شيء أي شكل بتقدروا ترسلوا لي من الانستغرام أو من الواتساب، كمان من فتحت ماسنجر كمان لفترة، من الماسنجر كمان الشكل اللي بتحبوه أوضح لكن يا ارسلوا لي من ارسلوا لي الصورة، وأنا بإذن الله ححاول ساعدكن قدر استطاعتي. يعطيكن ألف عافية، ونلتقي إن شاء الله على خير بفيديو تاني.